مرحبا ومساء الخير بالمشاهدين، وتأتيكم فورا أجدد أخبار المسلسلات التركية. ولكن رجاء قبل ما نبدأ لا تنسوا دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ. الترتيب العالمي لمسلسل شهميران الموسم الثاني. وقبل أيام طرح للمشاهدة عبر الإنترنت الموسم الثاني من مسلسل شهميران، ولكن كيف كان أداء الموسم الثاني والإقبال عليه من قبل المشاهدين؟ إليكم الجواب. المسلسل نال على المركز الثالث عالميا كأكثر مسلسل تمت مشاهدته خلال الأيام الماضية، بمجموع 6 ملايين ساعة مشاهدة من حول العالم، ذلك وفقط للموسم الثاني. ونلاحظ هنا بأن الموسم الثاني من المسلسل حقق نجاحا أكثر من الموسم الأول. إلغاء مسلسل بوصلة الحب. مسلسل بوصلة الحب هو من بطولة البيران دويماز وبشرة دولين وإنجين أستورك، وبالفعل تم تصوير 6 حلقات من أصل 100 حلقة، وكل حلقة مدتها 50 دقيقة، ولكن هذه الحلقات التي صورت لن تبث. ذلك ويأتي من بعد إعلان شركة إنتاج المسلسل إفلاسها إثناء تصوير المسلسل. ومالك شركة إنتاج مسلسل بوصلة الحب هو الممثل قدير دولو، الذي وعد الموظفين بأن مستحقاتهم سوف يتم دفعها، ولكن موظفي الشركة لم يستلموا عوائدهم من الشركة وقرروا بأنفسهم عدم الحضور إلى مواقع تصوير المسلسل في حال عدم إعطائهم مستحقاتهم. والآن شركة الإنتاج أغلقت بإعلان إفلاسها. والإشارة، وقبل أشهر حاولت شركة الإنتاج الترويج لمسلسلهم على أمل أن يحققوا أرباح من المبيعات الدولية، ولكن لا يوجد مشترين للمسلسل. وفي هذا الحال لا من مبيعات دولية ولا إمكانيات داخلية من شركة الإنتاج على إكمال إنتاج المسلسل، قرر إلغاء مسلسل بوصلة الحب ولن يبث. وداعا للطائر الرفراف وأهلا بالمسلسل الجديد. قرر الممثل طارق أمير، والذي يشكل جزءا من طاقم مسلسل الطائر الرفراف، الانسحاب من طاقم المسلسل، ومن بعد انسحابه انضم فورا إلى طاقم المسلسل الرقمي الجديد الحصار، بطولة إنجين أكيورك وإسلي أنفار. وقصة مسلسل الحصار سوف يتحدث عن الحصار والاستيلاء على أحد القصور التركية بين الماضي والحاضر. والممثل طارق أمين سوف يجسد دور الابن الأصغر للعائلة، والمسلسل سوف يكون من إخراج أولوتش بيرقدار، مخرج المسلسل الشهير إيزيل. والمسلسل مكون من 8 حلقات. كما ومن انفصل للمرة الثانية عن مسلسل الطائر الرفراف من بعد عودته لهم هو الممثل برام بولكباشي، وانضم إلى طاقم مسلسل ملحمة الشجرة السوداء. وفي حديثنا عن مسلسل الطائر الرفراف يجب أن تكونوا على دراية وعلى علم بأن أحداث الموسم الثالث من مسلسل الطائر الرفراف سوف تكون قفزة زمنية. مسلسل الممثلة هاند دوان ديمير الجديد. انضمت الممثلة هاند دوان ديمير إلى طاقم المسلسل الشيق حجر ورق مقص، وتحديدا وفي اليوم 25 من شهر أغسطس الجاري سوف يتم جمع طاقم المسلسل من جديد مع الممثلة هاند دوان ديمير. كما ومن انضم أيضا إلى طاقم مسلسل حجر ورق مقص الممثل أوراسكي جالار أولو. والإشارة، هنالك انضمامات غيرها للمسلسل سوف يعلن عنها لاحقا. والانضمامات تتوالى إلى مسلسل الكذبة، حيث من بعد انضمام الممثل كوكبرغ ديمرجي إلى طاقم مسلسل الكذبة، انضم الآن إلى طاقم المسلسل الممثل سميت كان، وسوف يجسد دور المعارف القدماء بشخصية مليكة. جديد الممثلة جيسيكا ماي. الممثلة جيسيكا ماي والتي اشتهرت من بعد بطولتها في المسلسل الكوميدي العروس الجديدة، وحققت نجاحا كبير من بعده. الآن انضمت الممثلة جيسيكا ماي إلى طاقم الفيلم الجديد أطفال حب الأمس، وحاليا جاي تصوير هذا الفيلم. وعن الممثلة بانسي سورال، فهي أيضا انضمت إلى طاقم فيلم من العقل إلى القلب. أبطال الفيلم هم كرم إليشيك وشيناي غورلار، وتصوير الفيلم سوف يبدأ في مطلع شهر سبتمبر.
بطلة ثالثة لمسلسل جديد. أعلن عن المسلسل التركي الجديد والمقتبس عن المسلسل الكوري حب وزواج وطلاق، وأول من انضمت إلى طاقم المسلسل الممثلة بانو يلدرم، ومن ثم انضمت الممثلة ميليسا شنولسون. والآن وبما أن قصة المسلسل تتمحور حول قصص ثلاث سيدات، الممثلة الثالثة التي انضمت إلى المسلسل هي الممثلة موجدة أوزمان. يذكر أن مسلسل حب زواج وطلاق سوف يبث في الموسم الجديد على قناة ناو. انضمام ممثلة إلى مسلسل رسائل المستقبل. مسلسل رسائل المستقبل هو مسلسل رقمي جديد من أجل الموسم الجديد، وقصة المسلسل عن 5 أصدقاء في المرحلة الثانوية يطلب منهم مدرس الأدب كتابة رسائل إلى أنفسهم في المستقبل، وهذه الرسائل سوف تفتح أبواب سوف يكشفوها بالمستقبل. وأول من انضم إلى طاقم المسلسل الممثل أنور تونا. أما والآن انضمت إلى الطاقم واحدة من أكثر الممثلات التي حققت نجاحاً عالياً وليس فقط على مستوى تركيا من بعد أدائها في مسلسل كان يا مكان في تشيكوروفا، وهي الممثلة سيلين يانينجي. وفي المسلسل أونور سوف يجسد دور شخصية يدعى مارت، أما والممثلة سيلين سوف تجسد دور شخصية تسمى بانو. والمسلسل سوف يكون من 8 حلقات، وعند اكتمال كامل الطاقم سوف يبدأ في تصوير المسلسل وسوف يعرض في العام القادم. ومن بعد غياب عن الدراما التركية تعود مجددا. من منكم يتذكر الممثلة دينيزي كابيتسا؟ تلك الممثلة التي ظهرت بدور احد الاخوات اللواتي تعرضن للظلم والقهر في احداث مسلسل الهاوية. الان ومن بعد اكثر من 11 سنة سوف تعود من جديد الممثلة دينيزي ومن جديد للدراما التركية من خلال مسلسل مجانين رائعين، بطولة الممثلة مريم اوزرلي والممثلة وحيدة بارتشين وجيميت اوزم اولو. وهذه الدراما سوف تتحدث عن عائلة مبدعة في الفن التشكيلي. ما هو جديد الممثلة بينار دينيز؟ وعلى مدار 2 سنة و8 أشهر بالتمام والكمال ضمن أحداث مسلسل 3 مواسم، استمرت الممثلة بينار دينيز عليها في الإبداع من أدائها في بطولة مسلسل القضاء. ففي كل أمسية يوم أحد كانت تطل على جمهورها من خلال مسلسلها الشيق القضاء. حسناً السؤال، ما هو جديد الممثلة بينار دينيز؟ كشفت وكالة أعمالها بأن نجمتهم الممثلة بينار، وعلى حسب ما هو واضح أمامهم، بأنها لن تعود في مسلسل جديد في الموسم الجديد، ولكن هنالك فيلم من الممكن أن توافق على بطولته، ولكن لم يكشف فيما إذا كان فيلم سينمائي أو رقمي، ولكن هنالك احتمال كبير على أن توافق على أحد الأفلام التي قدمت لها. فشل تركي ونجاح في إسبانيا. المسلسل الذي لم يتهنى فيه مشاهديه وهو مسلسل تل الصقر، ذلك المسلسل الذي حمل معه المفاجآت ذلك ومنذ الحلقة الأولى، وكل عنصر في المسلسل كان رائعا من القصة وأداء الأبطال والإخراج والموسيقى التصويرية، لكن بالنهاية كانت المفاجأة بإيقاف المسلسل بحكم نسب المشاهدة الضعيفة، بالرغم من قيام محبي المسلسل أنذاك بحملة تطالب باستمرارية المسلسل، ولكن قناة التركية أوقفت المسلسل على الفور دون إعطائه الفرصة. الآن ومن بعد أن قامت إسبانيا باقتباس عدة مسلسلات تركية، أولها مع مسلسل مذام فاطمة قول وآخرها مع مسلسل إسطنبول الظالمة، الآن أعلنت أحد شركات الإنتاج الإسبانية شراؤها حقوق مسلسل تل الصقر من شركة القمر لإنتاج النسخة الإسبانية من المسلسل. وأشارت الشركة الإسبانية بأن قصة المسلسل جدا مميزة وتستحق بأن يتم روايتها بعدة أشكال. وهذه الصورة الأولى من فيلم ابن الثري والمقتبس عن فيلم روسي كوميدي بذات الاسم، والنسخة التركية أصبحت باسم المدلل، وأبطال النسخة التركية هما كرم بورسين ومن السزن. وأخيرا كشف عن أبطال مسلسل الشركة القابضة وهم جنر توبتشو توبا سونغور أولو، حيث سوف يجسد الممثل جنر دور شخصية يسمى كرم، أما توبا سونغور فسوف تجسد دور شخصية تسمى آيدن. وقصة المسلسل عن امرأة سباحة سوف تدخل أحد الشركات للسيطرة عليها. ومن الأسماء المشاركة أيضا في المسلسل الممثل مسعود أوزنلار وعلي إل وبادئ تشيل.
وعن مسلسل حكاية ليلى. وأخيرا موعد الحلقة الأولى سوف تبث في اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل، وتحديدا في يوم الثلاثاء، أي سوف يكون في المنافسة مع مسلسلي بهار ومسلسل محمد الفاتح.